بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله حبيباتي وأخواني، إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة ورحمة من الرحمن الرحيم. حبايبي، اليوم ردت أتكلم بموضوع جدا مهم اللي هي الاستمرارية. الاستمرارية هي أساس الحياة وأساس النجاح وأساس كل شيء تريدون توصلوا له في هذه الحياة الدنيا وحتى في الآخرة بالمناسبة. لأنه إذا إحنا ردنا نيجي نحكي باستمراريتنا للعبادات هي اللي توصلنا إلى النتيجة اللي نريدها واستجابة الدعاء. إذا ردنا نحكي استمراريتنا بالشغل هي اللي تطورنا وتخلي مثلا الراتب يعلى. ماكو أحد أول ما يشتغل رأسا الراتب ما تعالي شوية 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 يزيد. إذا إحنا ردنا نحكي باستمراريتنا بشيء معين، مثلا طبخ شيء معين إحنا نحبه ونسويه، هو اللي راح يوصلنا الى النتائج المضمونه باذن الله. لهذا السبب رب العالمين علمنا، اذا تشوفوا انه احنا لما نصلي 5 أوقات كل يوم كل يوم كل يوم، هاي شنو؟ هاي استمراريه. فلا تتوقعون لما احنا نسوي عبادات معينه، نستغفر اليوم باكر ما نستغفر، نقرا البقره اليوم باكر ما نقرا البقره، لا تتوقعون انه راح نوصل للنتيجه اللي نريدها. يا جماعه راح اقول لكم قصه جدا مهمه وجميله لدكتور سمعتها، يعني كلش عجبتني وتعلقت بها صراحة. لدكتور جامعة وطالب، الطالب قال للدكتور، قال يا دكتور أني بإذن الله أريد أصير مليونير. قال له إيه إن شاء الله، يعني يصير عندك بالسنة 100,000 200,000 راتبك. قال له لا لا دكتور، أني أريد بالسنة يصير راتبي 1,000,000,000,000,000. قال له يا ابني العد، أنت شلون راح توصل لهذا الشيء؟ قال له ما أعرف، علمني أنت دكتوري. قال له اوكي، راح انطيك وعلمك شلون تصير. قال له شلون؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم، ماكدونالدز المطعم ماكدونالدز، شلون لما تروح عنده عفوا شنو اللي يبيع لك؟ شنو تشتري منه؟ قال لي اشتري منه تشيكن برجر، اشتري منه بيج ماك، اشتري منه بطاطا، اشتري المنيو يعني موجود تشيكن ناجتس. قال له لا، احنا ما نشتري منه هاي الاشياء، احنا نشتري منه الاستمراريه. سر نجاح ماكدونالد بالرغم من كل الناس تحكي عليه وكل الناس هو مو مفيد، هو سر النجاح مالته الباهر بعد التوفيق من رب العالمين. بس حتى ابين لكم شلون رب العالمين يوفق الانسان، لانه لما يشوف الانسان يستمر، سر نجاحه هو الاستمراريه. لو تروحون على ماكدونالدز قبل 30 سنه وتروحون على ماكدونالدز اليوم، نفس الساندويتشات، نفس النكهة، نفس كمية الملح، نفس الطعم، ما تغير. مو كل يوم حسب المزاج الخبزة تصغر أو تكبر، الفرايز أبدا، نفسه. فلما رب العالمين يشوفنا إحنا مستمرين ودنحاول مستمرين بالشيء اللي نريده، بإذن الله راح يوفقنا. نصيحة من فرح عبد الوهاب لكم، اللي أني عبدة مملوكة لا تقدر على شيء، بس حبيت أنصح نفسي وأنصحكم، أي شيء تريدون تنجحون به استمروا بإذن الله، والتوفيق من رب العالمين.